الصيام يا طير البحر نواف المجموعه الثالثه لهم اللي حقيهم يتكلموا مغرتك ادريان لازميه لا انا اسمع خليهم لا اسمعك يلا ابدح السؤال معيد في اي عام تم فرض فريضه الصيام العام الاول من الهجره العام الرابع ام العام الثاني من الهجره طاهر قدامك 8 ثواني بالضبط 5 كم ثالث ايش ثبت العام الثاني من الهجره رقم 2 العام الرابع ثاني ايش ثبتوا العام الثاني من الهجره كيف 2 انتوا قلتوا الرابع صح الثالث هو كيف الثالث مش قلت واحد 2 3 العام الثاني من الهجره الخيار الثالث الخيار الثالث شباب ايش سمعتوا في الاعداد يقول عام هو السؤال الثالث يقول السؤال الثاني من الهجرة صامل عليه كنت ناوي أساعدك يا طاهر كنت ناوي أقول لك لا أرجوك بداح قال لك كذا رقم 4 صح بداح قلت 4 صح أنا كنت أستشيره ما أعطيت إجابة الإجابة التثبيت عنده هو يسمعون التثبيت من طاهر مو مني أنا ما قلت شيء إيه بس أنت قلت 4 صح أنا أشرت عليه برقم 4 ليش ما سمعت كلام بداح 4 صح هو قال خيار الثالث وقال غير ثالث لا هو قال كذا 4 بداح صامل طاهر ألف مبروك 300 نقطة إجابتكم صحيحة صامت يا جاكم